معقولة تكون دي نهايتك يا تحية؟ تترمي في السجن زي المجرمين؟ أنا ما صدقت الدنيا صفيت لي بعد سنين عذاب اتفرضت عليا حتى قبل ما تولد. مالك يا معلم؟ في حاجة يا عامر؟ انت زعلان من حاجة يا معلم؟ لا ابدا. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شكلك يا معلم زي اللي مراكبه غرقانة في البحر، بقالك ساعة سرحان وما انتش هنا خالص. متضايق شوية يا عامر. معاش اللي يضايق المعلم علي النيداني، دي اسماعيلية كلها ما تقدرش تدوس لك على طرف. لا مؤاخذة يا معلم، حد من الرجاله تعدى حدوده معاك؟ لا ابدا. الله، امال متضايق من ايه بس؟ يكونش لا مؤاخذه حد في البيت مضايقك؟ وقعد حد في البيت يا عامر؟ انا كده فهمت. طب لا مؤاخذه يعني يا معلم، ما تتجوز. أتجوز؟ أتجوز إزاي بس يا عارف؟ تتجوز زي ما اتجوزت قبل كده 6 مرات. ما هو المصيبة اللي اتجوزت قبل كده 6 مرات ما عاشتش منهم غير الأولانية اللي عمري ما حبيتها، وكل اللي اتجوزتهم بعد كده اللي ماتت بعد كام شهر، واللي ماتت بعد سنة بعد ما تكون خلفت لي عيل ولا اتنين، وعلى ده الحال. ومن يوم ما مراتي السادسة ما ماتت وانا عايش لوحدي. خلاص اتجوز السبت. تفتكر حد يرضى يجوزني ليه بتاعك؟ وليه لا يا ابو المعاطي؟ المعلم علي النداني كبير الندانية وعين اعيان اسماعيليه. ما قلناش حاجه، بس مين هيرمي بنته في النار بايديه يا ام رجب؟ في حد عاقل هيودي ضلها للموت؟ موت ايه يا راجل؟ دي جوازه. بتقلب جنازه يا اختي. مفيش واحده اتجوزها المعلم علي النداني الا وماتت. دول كل الندانيه خايفين يجوزوه بناتهم، بيقولوا عليه نحس. يعني هو كان قتلهم؟ كلهم ماتوا موتت ربنا، وبعدين الاعمار بيد الله ونعم بالله. لكن الندانيه كلهم دلوقتي بقوا متشائمين منه، ده ولا قباض الارواح. خلاص يتجوز واحدة مش من ندانية. الندانية ما بيجوزوش غير بعض، وبعدين حتى لو ده هيحصل صيت نحس على النداني مغرق الإسماعيلية كلها. لا حول الله يا رب. يعني الراجل يبقى غني ومقتدر وبصحته ما يلاقيش واحدة يتجوزها؟ بقولك نحس يا مراقب، نحس. وطي صوتك، الحيط في الحيط لا يسمعنا. اجعل كلامنا خفيف عليهم. وبعدين لا مؤاخذة يعني احنا بس اللي بنقول، الإسماعيلية كلها بتقول. كلي كلي، بلاش نجيب في شيست الناس. ازيك يا اما؟ تسلم الشين يا ضنايا. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك. ها اخبار صحتك ايه؟ اهو نحمد ونشكر فضله. عايزه اطمن عليك يا علي. مالي يا اما؟ ما انا بخير والحمد لله. اتجوز يا علي. باب الندانية مقفول في وش ياما، واسماعيلية كلها عرفت الخبر. سيبك من ندانية وسلو العيلة. سيبك مني وبلاها اسماعيلية كلها.
المعلم علي النداني عين أعيان الندانية واسماعيلية كلها حجزيني. أنعم وأكرم. وأنت معلم علي في بيت الزين وعيلة الزيني من أطيب الناس في المنزلة. أنا ليا الشرف إني أطلب إيد أختك فاطمة الزهراء. ده راجل هيبة وزين يا فاطمة. بس ده أكبر مني يجيب 30 سنة. بس جامد وصحته عافية، وبعدين تربية عز. بينه وبينك شباب عن أخوكي. نصيبي بقى. كفاية إن هيسترني أنا وبنتي. الله يرحم أبوها. والله يا فاطمة ولا ليك عليا حلفان، أنا حاسة إن ربنا هيعوضك خير أنت وبنتك. ربنا يعمل اللي فيه الخير. محدش عارف الخير فين. هتعمل إيه يعني واحدة أرملة على إيديها بنت؟ لا هتقدر تختار ولا تملك تقول أه ولا لأ. اخصى عليك يا فاطمة، اوعي تقول الكلام ده تاني. ده أنا وأخوك نحطك جوه نن عنانا العمر كله. بس يا حبيبتي الست من غير راجل مهما تستريها عريانة. وضل راجل ولا ضل حيطة، وده مش أي راجل، ده مقتدر وما شاء الله شبعان. يعني إيه يا جد؟ يعني خلاص ملوش لزوم الحديث. أنا جاي. صحيح الكلام اللي أنا سمعته ده يا جدة؟ إيه ده من غير ما تسلم وتبوس على إيد الجدة؟ مؤاخذة، صحيح أبويا هيتجوز؟ وفيها إيه لما يتجوز؟ حد قال إن الجواز حرام؟ مش حرام بس بزيادة. زيادة يا جدة جواز دي السبعة يا ناس. إياك هتحاسب أبوك يا أحمد. فعش كل شوية جواز جواز، ده بقى عنده 60 سنة. بس بصحته، ربنا يبارك في صحته، ما فيهاش حاجة لما يتجوز. فيها كتير يا جدة، فيها كتير قوي. الله ما تتكلمي، أنا جاية ساكتة ليه؟ ملوش عزة الحديد دلوقتي على رأي الجد، خلاص الفاس وقعت في الراس. أبوك جايب العروسة وجاي على هنا الليلة. الليلة؟ ليلة السواد إن شاء الله. إياك هتقف لأبوك يا أحمد. حتى لو وقفت له خلاص، قالتها نجية الفاس وقعت في الراس. ده زمن إيه الأخبار ده اللي الواد يحاسب فيه أبوه؟ ومين ده اللي يقدر يحاسب علي النداني؟ اسمه آبا يا قليل الرباية. آبا آبا يا جدة. ولما يجي هو والمحروسة بقول لهم مبروك. سلام عليكم. خدني معاك يا أحمد. قلة حياكم أسلت كل أدب. جه اليوم اللي ولادك مش هجيبهم عمايلك يا علي. يا رب اهديهم واجعل النداني دايما في زيادة قادر يا كريم. طول ما فيش شبان زيك يا اسماعيل بيغيروا على تراب بلدهم، مفيش حد في البلد ده هينام. الناس ساكتة يا ريس حسن وفرحانين بهدوء البلد، وبيقولوا ان الحال رجع زي ما كان، بيع وشراء وبضايع بتكسب، مفيش فلوس بتضيع، لكن نسيوا ان الحال هو الحال، والغريب دايس بجزمته على ابن البلد. مفيش حد ناسي ومستحيل ننسى. الناس بس بيشموا نفسهم، وانا وانت والفدائيين اللي زينا وقت اللزوم بارود في وشهم. نفسي تحقق كلامك والاقي اولاد مصر المحروسه هم اللي بيحكموا البلد مش الغرب. هيحصل هيحصل يا اسماعيل. امتى بس يا ريس حسن؟ يمكن ما نحضرش اليوم ده، لكن هيحصل. بلدنا ولاده، البلد اللي جابت قبل كده عرابي مصطفى كامل ودلوقتي سعد زغلول، اكيد هيقدر يطلع من ولادها ولد يطهر ارضها ويحميها من كل طعنة. ده حلم، حلم كبير قوي. هيتحقق هيتحقق ان شاء الله. احمد ابن اخوك اهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا احمد؟ استاذن انا بغيت. اقعد يا احمد. السلام عليكم. شفت اخوك عمل ايه؟ عمل ايه اخويا يا احمد؟ انا كنت عارف انك انت مش عارف. عايز تعرفني ايه يا احمد؟ قول. اتجوز. ابويا اتجوز. اتجوز المره السابعه. شويه والعروسه هتكون في الدار. طول عمر ابوك بيعمل اللي عاوز يعمله، لكن عمره ما ظلم. واللي بيعمله فينا ده يا عم مش ظلم؟ خلاص شويه هيبقى في القبر. وانت اللي بتحدد الاعمار يا احمد؟ استغفر الله. لكن يبقى تسكت وتسيب ابوك يعمل اللي عاوز يعمله، وعاك اسمع انك وقفت لابوك. ايه هتقتلني زي ما بتقتل كل يوم واحد انجليزي؟ الظاهر انك نسيت الاصول يا احمد. الطمع عماك وخلاص بقيت شرط مراتك كده. هو يا عمي ماشي، وانا اللي جاي لك عشان تشوف لها حل. ماشي يا عمي، انا اللي هشوف لها حل. خش برجلك اليمين يا عروسه. السلام عليكم يا اما. عليكم السلام ورحمه الله. الف مبروك يا ضنايا. الله يبارك فيك يا اما. ايدك ايدك ابوسها. فاطمه فاطمه الزهراء، سلمي على الحاجة وبوسي ايديها. السلام عليكم يا امه.
عليكم السلام يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، يا زين ما اخترتي علي. بركة دعاك يا أمه. دي بقى فاطمة النبوية، بنت فاطمة الزهراء. معلش هي حاجة تلخبط شوية، أصلهم فعلتهم متعودين ما يسموش أسماء غير من العيلة النبوية. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نورتوا بيت النداني. منور بيكي يا حاجة. قولي لي زي ما قلتي قبل كده أمه. حاضر يا أمه. يحضر لك الخير يا ضنايا. يلا يلا يا علي، خد مراتك واطلعوا اوضتكم، وسيبولي القمره دي اخدها في حضني واعشيها واحكي لها حدوته. يلا تصبحوا على خير. عن اذنك يا امي. اتفضلي يا ضنايا. تعالي يا فاطمه. مراتك حلوه قوي يا علي، ربنا يهنيك بيها ويبعد عنك شر العين، وخصوصا عين ولادك. تعالي يا حبيبتي قولي لي بقى، تحبي تتعشي ايه؟ جوال الحواديت يخطب ويتجوز في يوم وليلة؟ صحيح، قادر ويعملها. علي النداني بقى وهتسكت له؟ هعمل ايه؟ خدنا على عمانة، لا شرنا ولا ادانا فرصة حتى نعرف. بيقولوا لي يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر، امال بقى اللي اتجوز سبعة يبقى ايه؟ يبقى علي النداني. سمعت التصريحات اللي صرح بها المستر ونستون تشيرشل؟ مين تشيرشل ونستون دي؟ ده يا سيدي وزير المستعمرات البريطاني الجديد. دي اللي جه بعد اللورد ميلنر. هو محمود. وعايز هديه. صرح بان المساله المصريه مساله بريطانيه، لان مصر قد اصبحت جزءا من الامبراطوريه البريطانيه. هو بيقول ايه؟ النهار ابوه اسود. احنا لازم ما نسكتش على التصريحات دي، لازم نرد. مش بتصريحات زيها، لا، لازم نرد عملي، لازم نرجع ايام 19 تاني. قول لنا نعمل ايه وننفذ من الصبح. أنا مستني أوامر جاية من مصر، وساعتها هقول لك نعمل إيه بالظبط. كلي يا فاطمة وأكلي بنتك. ما أنا باكل أهو يا أما، تسلم إيدك. خد كل دي كمان يا علي. ما أنا أكلت حمامتين يا أما. والنبي لا أنت واكل التالتة من إيد أمك. غالي يا نبي، تسلم إيدك يا ست الكل. ريحة الأكل قلبت الإسماعيلية كلها. لا سلام على طعام. يلا سمي بسم الله ومد إيدك. الله، مش تعرفونا بالغريبة؟ دي ما بقتش غريبة، دي فاطمة مرات أبوك. مين دي اللي مرات أبويا؟ بتقول أصغر منك؟ أصغر مني يجي عشر سنين. شواقع سودة، البنت دي لازم تنزاح قبل ما تعمل فتنة في بيت الندانية. لازم نشوف لها نصيبة تغور بيها قبل ما تخرب البيت. ازاي بس؟ ازاي؟ الظاهر ان هي جاية على هوا ابويا وجدتي. لا وايه؟ جاية وجايبة بنتها معاها. كمان جايبة بنتها معاها. شات النصيبة. وبنتها نصيبة ليه؟ النصيبة مش في بنتها، النصيبة فيها هي. طالما بنتها معاها تبقى ولادة لسه عصبية. يعني بطنها ممكن تشيل من ابوك بدل الواد اتنين وخمسة. يعني هيشاركوكوا في الميراث. انت بتقولي ايه؟ هي ناقصة على جدتي لو جابت من ابويا عيل. خلي بالك من السلم وانت نازله يا فاطمة، انت حامل في الخامس. ما تخافش يا سعالي، يعني هيجرى ايه؟ ابن الغالي يطلع غالي. تعرف يا علي نفسي اسمي ابنك ايه؟ عايزه تسميه ايه ياما؟ السيد، السيد البدوي، على اسم سيدك السيد البدوي اللي في طنطا. نظره ومدد، والله اسم حلو قوي ياما. خلاص اللي تشوفوه، السيد البدوي السيد البدوي. بس ربنا يديني الصحه وطولة العمر لغايه ما اشوف ابنك. ربنا يديك الصحه وطولة العمر ياما. ربنا يديك انت طولة العمر يا دنايا. قال اخوك حسن فين؟ بقالي كم يوم ما شفتوش. ما انت عارفه حسن يا امه طول عمره على ده الحال، دايما متاخد مننا وكان الندها ندها. كله تمام يا معلم، جاهزين نسافر من بكره. السفريه دي رزق للي في بطن فاطمه. اخبار حمله ايه؟ والله يوم كده ويوم كده يا عالم، مش عارف هتعمل ايه في الكام شهر اللي هنغيبهم.
قلقان عليها قوي، خصوصا ان امي صحتها في النازل اليومين دول معرفش ليه. ليك حق تقلق، خصوصا ان مفيش عمار بين مراتك وعيالك. اذا كان على مراتي طيبه وعايزه تعيش، لكن عيالي شايلينها فوق راسهم وزعقين. ما انت عارف العيال يا عامر. ايوه عارفهم، ربنا يهديهم. قلقان عليها قوي وصعبان عليا، مش عارف هتعمل ايه، خصوصا انها في الوقت ده محتاجه. لا مؤاخذه يا معلم، شويه شاي كمان يا ابني. عينيا يا ريس عامر. انت عارف يا عامر انها في ظروف محتاجه رعايه. طب انا عندي ليك فكره. الحقني بيها يا اخوي. صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. ايه رايك تودي مراتك الكام شهر دول المنزله؟ المنزله؟ عند اخوها. وهو والست لما بتيجي تولد بتروح تولد عند اهلها. اه والله صحيح، خصوصا انها كل شويه تقول لي ان اخوها ومرات اخوها وحشينها. يبقى خلاص تصفرها المنزله بسرعه واحنا نطلع على جده. طب والحاج؟ الحاج الف من الدم، ولادك وبناتك ونسوان ولادك كلهم حيبقوا تحت رجلين جدتهم زي العاده. المهم مفيش مراتك ينكفوا فيها. والله كلامك معقول يا عامر. بكده بقى تبقى مطمن على امك وسط عيالك ومراتك عند اهلها. روح يا شيخ، ربنا يطمن قلبك. قلت ايه بقى يا مرسي؟ قلت لا اله الا الله. ما انتوا لازم تشوفوا صرفه اللي في بطن مرات ابوكوا ده قبل ما يجي لي يشارككوا في الميراث. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هننزله غصب. وليه لا؟ ما هو مش معقول نسيب عيله زي دي تصغر مننا تلعب في الجمل بما حمل. بعدين دي ممكن تلين دماغ ابوك وتاخد كل حاجه. دي ممكن تسحر له وتخليه بقى يكتب لها اللي وراه واللي قدامه، ويعني عليك وتطلعوا من المولد بلا حمص. لا حول ولا قوه الا بالله، طلعوني بره الحكايه دي. لما انت تطلع براها وفاطمه وهانم ومحمد لا ليهم لا في الطور ولا في الطحين، اعمل ايه يا اخويا انا لوحدي؟ مفيش غيرك انت ونجيه ومريم. بقول لكم ايه، مريم ملهاش دعوه بالحكايه دي خالص. حرام نعمل كده في مرات ابونا، دي طيبه. نعم انت كمان طيبه، والله انتوا اللي طيبين. انتوا لازم تخططوا هتعملوا فيها ايه، فرصه ابوكم مسافر تعرفوا بقى تستفردوا بيها. خلاص ما عادش ينفع. قصدك انا جايه زي ما يكون مكتوب للي بطنها يعيش. يعني ايه؟ ابويا هيسفرها عند اهلها في المنزله. الحمد لله فاطمة قامت بالسلامة وربنا رزقها ببنوتة زي القمر. ايه اللي جابك هنا؟ المعكوسة ولدت، جابت بنت. بنت؟ يلا بيدور رشاوي بص العمى. البنت برضو هتورث، وبنت الفلاحة دي مش لازم تعيش، فاهم ولا لا؟ ولا لو تقوم على عم ورث؟ الحمد لله على السلامة يابا. كل ده يا علي، غبتك طالت المرة دي قوي يا دنايا. غصب عني ياما، الظروف أخرتني شوية. الحمد لله على السلامة. فاطمة ياما بخير يا دنايا، ربنا جبرها وجابت بنت. بنت بنت بنت، اللي يجيبه ربنا كله كويس، الحمد لله. هتسمي بنتك إيه يا علي؟ أنت عايزة تسميها إيه ياما؟ بدوية، أنا عاوزة أسميها بدوي. لا والنبي يا أم، أنا عايزة أسميها تحية. خلاص روح سجلها باسم بدوية تحية، بس أنا بقى مش هقول لها إلا يا بدوي. خلاص يا أم، أنا هسجلها باسم بدوية تحية وأنتي قولي لها يا بدوي، إنما أنا بقى مش هقول لها غير يا تحية. تحية تحية. بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق فيما خلق. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. هتسميها ايه يا اخويا؟ القمر دي مولودة بقالها يومين ولسه ما تسمتش. تحية بدوية تحية، بدوية تحية محمد على ابو العلا
إن داري كريم. يا وارث مين يورثك؟ الله جرها يا مرسي، احنا هنسيب بنت الفلاحة دي تاخد حقنا؟ احنا لازم نخلص منها بسرعة. البنت لسه حتة لحمة حمراء، انتوا ما عندكوش رحمة. كده بقى أخوك بيشيل إيده من الحكاية. ومش هخلي إيدي تمد ناحية بدوية. أنت بتهددني يا مرسي. بمنع عنك الشر يا أخويا، الشر، افهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخويا. يعني إيه؟ هتسيب بنت الفلاحة تعيش؟ ما هي ممكن تموت موتة ربنا. وإن ما ماتتش؟ أمها هتموت. ما هو ابويا عمره ما بيعيش لمرة. ساعتها نربي البنت على هوانا. ولا أنت يعني مستعجل على إعدام بدري؟ بعد الشر؟ جرى إيه؟ نسيت نفسك ولا إيه يا راجل؟ أيوة أنا عادل. على مهلك على بدوية يا علي، هتكسر ضلوعها في إيديك. عايزها تطلع جامدة يا أمه. بتحبها يا علي؟ إيه اللي بحبها؟ ده أنا متهيألي إن أنا ما خلفتش غيرها. هي كوم، ولادي كلهم كوم. ربنا يخليك ليها ولينا يا سعد. ناولني بدوية وقوم شوف مين. لا، تحية هي اللي هتقوم تفتح الباب. هي فين بس وفتح الباب فين؟ نادر عليا يوم ما تطول تفتح الباب لكون ده بحاكي. عقبال ما اشوفك عروسه بدويه تعيش وتوفى يا معلم. تعيش يا عامر. مبسوطه اني ذبحت لك العجل يا تحيه؟ صعبان عليا يا يابا. ايه اللي صعبان عليك ده؟ ربنا خلقه عشان كده يا حبيبتي. وبعدين ده نادر. يعني ايه نادر؟ نادر يعني يعني الواحد لو نفسه في حاجه وعايزها تتحقق يدعي ربنا انه يحققها له، ويندر لربنا نادر. لو اتحققت الحاجة دي لازم يوفي النادر اللي عليه. وأنا بقى كنت نادر لربنا نادر إني أذبح عجل يوم ما تكبري وتقدري تفتحي لي الباب لوحدك. وديك كبرت يا مفعوصة وفتحتي لي الباب لوحدك. يلا يلا حبيبتي حطي إيدك في دم العجل. أنا خايفة لحسن إيدي تتعاص يابا. ما أنا عايزها تتعاص. يلا حبيبتي حطي ايدك في دم العجل الحلال ده عشان ربنا يفديكي ويحميكي. انا خايفه احسن امي تضربني. محدش يقدر يقرب لك ولا يضربك طول ما انا عايش. يلا يلا حطي ايدك في دم العجل. حاضر يابا. رجلك حلوة قوي يا بدوية. بالهنا والشفا يا عامر. ازيك يا عم حسن؟ الحمد لله يا بدوية. خدي حتة لحم. أمي أكلت كتير الحمد لله. يستاهل الحمد يا بدوية. سيبي عمك حسن ياخد براحته يا تحية. تعال تعالي اقعدي جنب أخوك أحمد. لا أخوي أحمد لا. تعالى يا بدوية تعالى حبيبتي. اللي عايز حاجة يطلب يا رجالة. لحمة، عايزين لحمة يا معلم. يمين يعيش ويشوفها تاني. حبلة حبلة الموكوسة الفلاحة حبلة. كنتش عرفتي منين؟ فضلت أدحلب جدتي وجرجرها في الكلام لحد ما قالتليش. ما داهية المرة دي لا تجيب الواد تبقى مصيبة. أنت طالعة فوق ولا إيه؟ لا بقى خلاص ما عادش فيها عوزة. أمال أنت كنت جاية ليه؟ كنت جايه اتطقس على اللي كنت شاكه فيه. خلاص مفيش فايده اديني اتاكدت.
يعني ايه اختك مش موجوده في البيت يا فاطمه؟ احنا كنا بنلعب قدام البيت، دخلت اشرب خرجت ما لقيتهاش. ايه يا فاطمه؟ مصيبه يما، مصيبتك افلا الشر. بدويه مش موجوده في البيت ولا قدام البيت. استرها يا رب. اطلعي شوفي اختك فين يا بنتي. ما انا دورت عليها وبرده ما لقيتهاش. انت السبب، كان لازم تاخدي بالك من اختك. سبتيها تضيع منك ليه؟ اجعل العواقب سليمه يا رب. يمكن تكون راحت مع ابوها هنا ولا هنا. علي مع الرئيس عامر من بدري في مصلحه. ما تتحركي يا بنتي، شوفي اختك راحت فين. يمكن تكون راحت مع حد من العيال في بيته. كانوا قالوا لي ولا قالوا لك يما؟ استرها يا رب، حقك يا النبي استرها. يا ترى انت فين يا بدويه؟ يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ ازيك يا بدوية؟ امال فين ابوكي؟ انت بنت جايه لوحدك؟ هاتي حلاوه يا صياده. قولي لي يا خاله. ابويا بيقول لك يا صياده. لمضة يا بنت الميدانيه، خدي ادي العسليه اهي، وحته كمان من عندي عشان لسانك الطويل. كده برضه يا بدويه يا بنتي، انت هنا واحنا قلبين الدنيا عليكي. كنت بجيب حلاوه. حلاوه ايه بس؟ ازاي تيجي المشوار ده لوحدك كده؟ يلا بينا. امك بتعمل ايه معصوفه الرقبه دي هنا؟ ايه ده يا احمد؟ البنت كانت بتجيب حلاوه يا اخي. حلاوه؟ ده انا هطلع الحلاوه دي بلا على جدتها. يا احمد انت استنى يا اخي. يا احمد لا حول الله يا ربي. اللي عملته بدويه النهارده وقع قلب امها، لكن انا بقى انبسطت منها. انبسطت ازاي يا معلم؟ جريئه، عملت اللي نفسها تعمله، طلعالي واخده صفه البحاره يا عامر، القلوب الجريئه الخشنه، وفي نفس الوقت طيبه وكلها حنان. تواجه المخاطر بقلب جامد، ما بتخافش، ما يقلقهاش غير غضب البحر والريح وتأخيرها انها ترسي على بر. ده كله يا معلم. هي بدوية فين واللي بتقوله ده فين؟ ده عمرها 4 سنين. باين في عينيها من دلوقتي يا عامر، ولو عشت هفكرك، ولو ما عشتش مش هخاف عليها. تحية قد الايام اللي جاية مهما تكون. ربنا يخليها لك ويخليك ليها يا معلم. يا عالم يا عامر يا عالم. عدي قلة أدبهم علينا يا ريس. مين قال ده محمود؟ عايز نار تبرد. الليلة دي نارك هتبرد لما تقيد في معسكر الإنجليز النار. الليلة يا ريس. الليلة محمود. شكر الله سعيكم. عايز حاجة يا سعد؟
عايزه ايه تحيي؟ صحيح يا ام حسن راح عند ربنا؟ ايوه يا حبيبتي راح عند ربنا في الجنه، في الجنة ونعيمها إن شاء الله. هما مين اللي موتوه يا ماما؟ الله ينتقم منهم. الإنجليز. الإنجليز اللي في حدوش سمينا الغولة؟ هما بدوية، عشان كده حبيبتي عمك حسن هيبقى شهيد. يعني إيه شهيد يا ماما؟ ما تتكتلي بقى يا منسوخة، أنت عارفة لو ما كتمتيش هطالب في سنك الطويل ده. خلاص يا تحية اسكتي، ربنا يرخي عذرنا الصبر يا بنتي. العشاء يا ست تحية. مش عايز عشاء من حد. ده عشاء بيه المأمور جايبه بنفسه. ده غير أكل السجن طبعا. مش عايزة حاجة من حد. أنا بحاول أعمل لك خدمة يا ست تحية. لو عاوز تعملي خدمة صحيحة